نفس النظام، غسيل الكبدة ما بيتغسلش بمية، بنحط عليها عصير من الليمون وبنحط عليها كمون وثوم، ما بحطش ملح لان كده كده ايه اصلا هي هتتملح من جوه. طيب بعمل ايه بعد ما بعمل الحركة دي؟ انا بدي الكبدة صدمة. بتدي الكبدة صدمة ازاي؟ يعني ايه بتدي، هي لحمة ولا فراخ؟ اه هنديها صدمة، وهنشوف دلوقتي الصدمة اللي هتاخدها تبقى عاملة ازاي. عندي صينية سخنة قوي، صينية ألمونيا اهي، سايباها بتسخن على النار، وادي الكبدة اللي قدامي، عصير ليمون، كمون، ثوم، عايزة تحطي حبة كزبرة حطي ما فيهاش أي مشكلة، وأعمل كده وأروح عاملة كده. بالشكل ده وابدا ان انا، هي طبعا عشان مجمده مفيهاش اي مشكله، عشان كده بقول لكم هنديها صدمه. لو انت عندك الكبده ومجمده بالشكل ده كده نديها صدمه، ننزل كل اللي فيها، وبعد كده قبل ما نحط لها الثوم والفلفل اللي احنا هنحطه بالشكل ده كده. مقادير معانا على الشاشه، مقاديرنا بتقول ايه يا رغده؟ معايا نص كيلو كبده عصافيري، بس ده طبعا مش نص كيلو، انا بتكلم على ان المقدار اللي احنا منزلينه اقل حاجه ممكن تعمليها. فلفل احمر واخضر شرايح، ما يبقاش ان هو الوان ولا يبقى مفروم. 4 معالق كبار من الثوم المفروم، ومعايا زيت وكمون وكزبره وملح. الكبده ما بيتحطلهاش فلفل اسود، الفلفل الاسود هيغمقها. التوابل المتاح اللي احنا او اللي لازم تتحط مع الكبده كمون وملح وبس، وايه معاها؟ ثوم وفلفل، اكتر من كده لا. الفلفل الاسود بيغمقها، خلوا بالكم اللي انا بقوله، علشان لو عملت الكبده وفاض منها مثلا حبه في طبق كده هتتعشي بيهم او حاجه، ما تجيش تسخنيها بالليل وتلاقيها مغمقه. هي ما بتبقاش مغمقه، دي بتبقى مسوده. مسوده من ايه؟ من الفلفل الاسود اللي احنا بنحطه في التتبيله، فده ما ينفعش. كمون وملح وبس، تلاقيها فاتحه كده ومصحصحه. الصينيه عندي سخنه قوي، هبدا ان انا احط فيها زيت، ودي الطاس، ودي الكبده بتاعتنا صدمه. بسم الله، حبه زيت محترمين كده، وخلوا بالكوا ان انا مش هقلب الكبده مجرد ما تنزل. ليه؟ علشان انا مش عايزاها تفتل. يعني ايه تفتل يا نونا؟ ايه اللي انت بتقولي ده؟ الطاسه لو مش سخنه وانا مجرد ما حطيت الكبده بتبدا ان هي تتلسوع كده من الزيت، تبدا تلزق في الطاسه. لو هي ما اتشمعتش وجيت اقلبها هلاقيها بتفتل، وبتبقى في حتت منها في الطاسه او الصينيه. فانا هنزلها واديها يا دوب بس تقليبه، واروح سايباها تتشمع براحتها، وابدا بعد كده اقلب. انا ما تبلتش ولا اي حاجه، ولا فلفل ولا ثوم ولا حاجه، كل اللي حطيته اللي هو عصير غسل الكبده اللي هو ليمون وثوم وكمون. عايزه تحطي كزبره ناشفه معاها ما فيهاش اي مشكله ممكن تحطيها. عملتهم كده وهديها صدمه، وارجع بعد كده اروح شايلاها من الصينيه واعمل صينيه جديده على نظافه. النظافه دي هيبقى فيها شرايح الفلفل، هيبقى فيها الثوم، هيبقى فيها الكزبره، هيبقى فيها الكمون، علشان ريحه الكبده وانا بعملها او وانا باكلها تبقى جايبه اخر الدنيا. مش ان انا باكل وخلاص، الموضوع مش موضوع مال وبطن وموضوع ان انا اسد جوع، لا، الموضوع ان انا استمتع بالاكله اللي بعملها. طيب الزيت عندي اتقدح بالشكل ده كده، وهبدا ان انا اعمل كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. يا ريت والله يا منتي. شايفين؟ أنا كده مش هقلب. ليه؟ علشان السقوعية بتاعت الكبدة وهي لسه مجمدة والتلج اللي فيها هبط لي سخونية الصينية. خلوا بالكم من اللي أنا بقوله، هبط لي السخونية بتاعت الصينية، معنى كده إن هي لسه دلوقتي هترجع تسخن من الأول. الكبدة ساقعة ومجمدة لما نزلتها على الزيت، أه طشت فيه، لكن بعد كده هبتت. معنى كده السقوعية بتاعت الكبدة هبطت الحرارة بتاعت الصينية، فأعمل إيه؟ أستنى، مش هعمل أكتر من كده. أبدأ إن أنا أقلب فيها إمتى؟ لما أما ألاقي الحروف بتاعت الزيت هنا بدأت تغلي معايا، بدأت إن هي أسمع الصوت بتاعها، في اللحظة دي أبدأ إن أنا أقلب. غير كده أنا مش هحركها. أهي. بصوا حتى لما مسكت الصينية بعد ما كانت سخنة نار وصوتها بيقول إن هي مقدوحة أو إن هي سخنة قوي، بصوا بردت. أنا ماسكاها أهو بإيديا عادي. ليه؟ علشان السقوعية بتاعت الكبدة هبطت السخونية بتاعتها. فمش هحركها دلوقتي خالص. شايفين؟ شايف معايا حمدي باين؟ مش باينه، باين؟ طيب تمام.
اهو بصوا بيطلع دخان ازاي، شايفين بدأ ان هو يغلي من النص، بدأ كده ان الصينية بدأت تسخن معايا، مش هاجي جنبها الا لما تبدأ الحروف كمان اتأكد ان هي بدأت كلها تغلي، ابدأ في اللحظة دي اديها تقليبة. لما بقلب ويبدأ اللون بتاع الكبدة كله يتغير، لون الكبدة كله يتغير، ما يبقاش في حتة مثلا مستوية لونها رمادي فاتح كده والتانية محمرة، يبقى خلاص انا هصفي في مصفى. ليه هصفي في مصفى؟ عشان انزل كل السوائل اللي نزلتها الكبد، هنزل كل السوائل اللي نزلتها الكبدة، عشان لما احطها على صينية نظيفة مع التوم والكبدة والكزبرة والكمون تبقى على الناشف، ما تبقاش اكني بطبخها، لا انا عايزاها بقى تاخد الصدمة مع التوم والفلفل وتديني اللسوعة والشعوطة اللي انا عايزاها. اديت الكبده صدمه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، تحسوا ان هي نزلت الميه بتاعتها وتحسوا ان هي بدات طريه والكلام ده كله. بصوا انا خدت ايه؟ حطيتها في مصفى وحطيتها على بوله علشان تنزل اي سوائل زياده فيها، عشان لما ارجعها للصينيه تاني، والصينيه لازم تكون سخنه قوي. سخنه قوي، طب المره دي انا برضه هحط الكبده في الاول؟ لا، انا عندي فلفل وعندي توم وعندي كمون وعندي كزبره، دول اللي هيتحطوا في الاول يتشعوطوا معايا كده، وبعد كده انزل بالكبده. كده ضمنت ان الكبده مش هتنزل ميه تاني، كده ضمنت ان الكبده مش هتاخد وقت في التسويه على النار، مجرد ما تنزل تتشكشك مع التوم ومع الفلفل ومع التوابل بتاعتنا الحلوه، وصحتين وعافيه على قلبك يا رب. الصينيه عندي بتسخن زي ما انتم شايفين كده، ممكن انقل الصينيه الناحيه الثانيه حمدي عشان العين الثانيه اعلى. بتسخن وهروح حاطه فيها ايه؟ حاطه بقى فيها زيت نضيف غير الزيت اللي انا اديت الكبده فيه صدمه، علشان لو انت مثلا عندك لسه شك ان هي تكون فيها سنه زفاره، او ان هي مش حابه ان هي يكون فيها دم او الكلام ده كله، فبنعمل الحركه دي ان احنا بنديها صدمه وبتتصفى بالشكل ده. شايفين كده؟ شايفين اللي نزل؟ اللي نزل ده برده واخد دم، هي ما استوتش، انا ما بسويش، انا بدي صدمه. شايفين شكله عامل ازاي؟ ده برده نزل اهو، انا لو قلبت شويه كمان هتنزل تاني اهي بالشكل ده كده. فانا كده اديتها صدمه، غيرت اللون، وفي نفس الوقت النار لما شمتها لو فيها اي زفاره او فيها اي ميكروب انا كده قضيت عليه، وفي نفس الوقت كمان يعتبر غسلتها على النار زي ما انتم شايفين كده. طيب عندي صينيه على النار سخنه، هعمل ايه؟ هنزل بالثوم الاول؟ لا، انا هنزل بالفلفل عشان يتشعوط معايا، وبعد كده انزل بالثوم عشان ما يتحرقش مني. بسم الله، الزيت يسخن، انا عايزاه يسخن شويه كمان عن كده. سامعين الصوت ده؟ الصوت اللي انا عايزاه. يا حلاوه الكبده بقى والكلام ده كله في حاجه استانلس او حاجه المونيا، تحسوا ان ليها شمخه كده وليها طعم مختلف تماما. طبعا حد هيقول لي ايه كميه الفلفل دي كلها عشان احنا عاملين 3 كيلو فلفل. طيب نونا احنا ما بنحبش الشطه، مع ان اساس الكبده 3 كيلو كبده اهو. ليه الفلفل ده كله؟ عشان احنا عاملين 3 كيلو كبده. طيب حد هيقول لي انا بحب الكبده الاسكندراني بس انا ما باكلش الاكل الحامي، مش عايز فلفل حامي، ما فيهاش اي مشكله، فلفل رومي لكن ما تحطش الوان. فلفل رومي لكن ما تحطش الوان. كبده بالفلفل الالوان ما بقتش كبده اسكندراني، ولا ليها اي علاقه بيها خالص، ولا يتحط لها بصل. حط لها بصل ما بقاش ليها علاقه بالكبده الاسكندراني اللي احنا بناكلها من بره. الفلفل والثوم اتشعوط مع بعضه، انزل عليهم بالكبد ونصبح على حنان ونقول لها صباح الهنا. اهلا، صباح الخير. صباح الفل على عيون حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله والله. بس ملحوظه بس بالنسبه للكبده اللي حضرتك بتعمليها، يعني هي المفروض ما تبقاش متلجه يعني عشان ما تجيبش ميه. تمام. يعني تخليها لما تفك خالص، وبعدين يعني ما بتتحطش كميات كبيره قوي كده مره واحده. تمام. يعني تبقى على اجزاء، وبعدين احنا بنعمل التتبيله الفلفل واللي حضرتك عاملاه ده كله، ناخد جزء صغير بس نحطه في الاول مع الكبده. تمام. في الاخر بنكمل بقيه الخلطه عشان تبقى ريحتها فيها يعني. تمام تمام. طيب حضرتك لو كنت متابعه الحلقه من الاول، انا قلت لما تكون متجمده علشان ان هي هتبقى ساقعه وتنزل على الصينيه تبرد الصينيه والسخونيه بتاعتها، لازم نعمل الحركه اللي هي بتاعت ان احنا بعد ما بنديها الصدمه وتبق الميه بتاعتها دي، بنروح مصفياها في مصفى عشان انا مش محتاجه الميه دي. ستات كتير قوي بتبقى مستعجله وجايه من بره وعندها تجوف وعندها اولاد عايزين يتغدوا، ما بيبقاش عندها وقت ان هي تفكك الكبده. طب هتعمل ايه؟ هتقعد جنبها ساعه او ساعتين ان هي تفك معاها؟ طيب ايه الحل؟ ان هي بتطلعها تسيبها بره شويه على ما بتقطع الفلفل وتقطع الثوم وتحضر حاجتها كلها، وبتعمل اللي انا عملته، عملت عصره الليمون عليها مع الكمون مع الثوم،
وحطيتها في المصفى شويه، وبعد كده سخنت الزيت وبدات هنقول ان هي بدات تفك الكبده على النار. لما فكت الكبده على النار ونزلت الميه بتاعتها، بدات ان هي بعد كده حطيناها في المصفى نزلت كل الدم والميه اللي فيها. وبعد كده راحت حاطه طاسه نظيفه، حطت عليها الفلفل والثوم والكمون بتاعها والكزبره، وبدات ان هي تشتغل على نظافه. الكميه اللي حضرتك بتتكلمي عنها دي اللي انا عامله كميه كبيره او ما بنسويهاش مره واحده، ده الكلام ده في البيت. احنا ممكن نقعد طول اليوم نسوي كبده، واللي عايز نعمل له اول باول، بس انا هنا في حلقه وعندي برنامج وعندي وقت معين، وعايز اعمل الكميه دي كلها في صينيه كبيره زي ما حضرتك شايفه كده. بتوع الكبده اللي بره ما بيعملوش ربع كيلو ربع كيلو، لا، يعني في حد مشهور في مكانه في الدقي او ايا كان، اي حد بيبيعوا كبده ومشهورين وبيبقى عليهم ضغط، عمرهم ما هيعملوا شويه ويبداوا ان هم يسووهم ويرجعوا يحطوا شويه تاني، بيبداوا ان هم الصواني بتاعتهم كبيره او الازانات اللي هي الكبيره دي تسخن، نزلوا بالزيت، نزلوا بالثوم، نزلوا بالفلفل، كانوا مديين اصلا صدمه للكبده وراكنينها على جنب، ما بيسووش في وقتها عشان ما تبكش ميه. بيدوا صدمه ويركنوها كلها في ازانات جنبهم، بدات التشغيله عندهم الفلفل والثوم والكزبره وكل حاجه متقطعه وجاهزه قدامهم، بداوا ان هو شويه الزيت يتقدحوا، ينزلوا بالفلفل، ينزلوا بالثوم، خدوا حبه الكبده، بداوا ان هم يشوحوا مع بعض ويبداوا يعملوا سندوتشات ويبيعوا، فهو ده اللي بيشتغلوا بيه. طبعا على دماغي كلام حضرتك طبعا، ونورتيني وتسلمي لي من كل شر يا رب، اللهم امين. حبه كمون وحبه كزبره، وهسيبهم مع بعض كده، وفي الاخر يعني قبل ما تدخل في السوى على طول كده هروح حاطه الملح. تسلم ايد الشباب طبعا، الله يبارك لي فيهم ويحفظهم. عملنا كده، بنمسك الرغيف البلدي اللي هو الصغير اللي بيجي على بطاقه التموين العاديه اهو، مش هنكلف نفسنا، النبي عربي عليه افضل الصلاه والسلام. الرغيف الصغير ده بنعمل كده، بنفتحه ونروح مدخلين كده اهو. اسمه ايه يا حمدي؟ بنعمل الرغيف مركب كده بالشكل ده. وعندي جرجير فرماه ناعم، تسلم ايدك يا مدحت انت واحمد، جرجير مفروم ناعم، وعندنا كمان سلطه الطحين. وادي صينيه الكبده، اللهم بارك، الله اكبر، صحتين وعافيه على قلب اللي هياكلوها يا رب. شايفين لون الكبده نفسه عامل ازاي؟ محدش يقول لي الكبده نيه، لا دي فاتحه، ليه؟ عشان ما نحطلهاش فلفل اسود. شايفين شكل الكبدة؟ ده شكل الكبدة المفروض ان هو يطلع بيه. طيب، جرجير، طحينة، وكبدة. عايزة تعملي كده اهو، رشة الجرجير في الأرضية وتحطي كده طحينة على الوش، تمام، بالشكل ده. ما انا عشان لسه اعمل لك فينو كمان. طيب، من اللهلوبه، بصوا كده جرجير يا حمدي في الارضيه، ناخد كده. طبعا احنا كده يعني مليين الرغيف، مليينه مليينه بره، تحسوا ان انتوا بتاكلوا جرجير وفلفل، صح يا محمود؟ بره بتاكلوا جرجير وفلفل، لكن احنا لازم يكون في فرق بين البيت وبين بره، ان الواحد من ولادنا ياكل السندوتش يبقى حاسس بقيمه اللي هو بياكله، وحاسس بقيمه التعب اللي انت بتتعبيه، علشان انت تديله سندوتش بنفس تطعيمه بره ويمكن احلى كمان، بس السندوتش مالي مركزه، يعني يحس كده ان في فعلا فرق البيت عن بره، بالشكل ده كده اهو. بالنسبه بقى للعيش الفينو برده نفس النظام، بتروحي حاطه حبه الجرجير ويروحوا عاملين عليه الكبده، بس خلوا بالكم من حاجه، ان حتى رغيف الفينو اللي انت هتجيبيه من الفرن غير اللي بيجي من عند بتوع الكبده من بره. ليه؟ اولا السندوتشات اللي هي الرفيعه خالص بتاعتهم دي بيبقى معمول لهم فينو مخصوص، ما بيبقوش جايبين فينو عند عادي زينا كده ويبداوا يعملوا في السندوتشات، لا، بيتعمل لهم رفيع قوي علشان ما يسحبش منهم كبده كتير، وبيبيعوا بقى السندوتش ب 2 جنيه ولا ب 5 جنيه ايا كان، مش فاكره بالظبط، بس هم بيبقوا معمول لهم مخصوص، ما بتلاقوهوش بره. ما حبت بقى مخلل ولا طرش بلدي كده، وصحتين وعافيه على قلبكم. اكله سهله وبسيطه جدا، ما بتاخدش مننا وقت، ما بتاخدش مننا مجهود ولا فلوس كمان. الكبده البرازيلي او السوداني، الكيلو منها يعني من 55 ل 70 جنيه على حسب المكان، يعني مثلا لو هتجيبيها من الجيزه هتلاقيها في حدود ال 50 55، هتجيبيها من حدائق الاهرام او هتجيبيها من المعادي او من الزمالك
بتطلع، مع ان هي هي الكبده، ممكن يكون هو هو المستورد، بس هما بيبقى على حسب المنطقه اللي بتتجاب منها. بتجيبيها وبتبداي ان انت لو عندك وقت بقى طبعا بتفككيها براحتك، وبعد كده بتبداي تعملي زي ما عملنا. طيب جبتيها وحطها في الفريزر عندك ومتجمده، هتعملي ايه؟ زي ما عملنا النهارده بالظبط كده، بنديها صدمه بعد ما بتتبليها وبتغسليها بالليمون والثوم والكمون والكزبره، وبتبداي تديها صدمه مع حبه الزيت، تقدحي لها زيت جامد وتديها صدمه، وبعد كده تبداي ان انت تصفيها تاني عشان ينزل كل اللي فيها، وترجعي بعد كده تعملي لها صينيه نظيفه مع الفلفل والثوم والكمون، بتطلع معاكي زي الفل. صحتين وعافيه على قلبك يا رب. بالشكل ده كده لون الكبده بيبقى باللون اللي انا شايفاه ده او اللي انتوا شايفينه ده، ما يبقاش اغمق من كده. ايه السبب في ان هي تكون غامقه؟ الفلفل الاسود. نبعد عن الفلفل الاسود، يبقى ضمننا ان احنا ناخد سندوتش كبده في منتهى الجمال، سواء ريحه او